تنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد. سهام، بداية، كيف هو الوضع في شوارع الخرطوم؟ مرحبا، صباح الخير كوثر. الوضع الآن طبعا هو في الصباح، لا تكون هنالك احتجاجات ولا تظاهرات ولا إغلاق للشوارع. تبدأ هذه المسألة منذ الظهيرة وحتى وقت متأخر من مساء كل يوم. درج المتظاهرون على أن يخرجوا في شوارع الخرطوم المختلفة وفي حياة الخرطوم المختلفة ويغلقوا الشوارع. بالأمس كان هنالك يعني إغلاق كبير لكوبري الحلفاية، وهو كوبري يربط بين أم درمان، مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم بحري. كان هنالك إشعال كثير لإطارات السيارات وإغلاق واحتياجات تم تفريقها بواسطة الشرطة، بواسطة الغاز المسيل للدموع. كل الأحياء تخرج عادة يوميا للأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة الخبز الذي يعني ولاية الخرطوم الآن تعمل على. هل هذا يعني أنه تم فتح هذه الجسور التي تحدثت عنها؟ الخبز عن طريق الكيلو. نعم، هل يعني أنه قد تم فتح هذه الجسور التي تحدثت عنها؟ يعني الشوارع مفتوحة اليوم؟ نعم بالفعل، نعم الشوارع تكون مفتوحة عادة يعني ليلا يتم فتحها بواسطة الشرطة، بواسطة الغاز المسيل للدموع إذا كان الوضع صعبا ولا يمكن يعني للمواطنين العاديين أن يحلوا المسألة، فتأتي الشرطة وتفتح هذه الشوارع. حتى اليوم الآخر يعني اليوم نتوقع أيضا أن يخرج المتظاهرون ويحتجون عند الظهيرة وحتى المساء، تكون هذه الأعمال مستمرة، إغلاق للشوارع واحتجاجات ومطالبات من لجان المقاومة في الأحياء المختلفة ب يعني عفوا حل المشكلة الاقتصادية والخبز والوقود وما إلى طيب ذلك. سهام، هل من استجابة من قبل السلطات أو أي تصريحات رسمية ردا على مطالب المتظاهرين؟ نعم، بالأمس أو قبل يومين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ذهب لوزارة الطاقة والتعدين وأجرى زيارة وأجرى مباحثات وعمل على حل مسألة الوقود، وبالفعل يعني الأخبار تقول بأن هنالك 9 بواخر للوقود ولغاز الطبخ هي موجودة في بورسودان تنتظر أن تفرغ حمولة، ولكن عادة يتم حل المسألة بهذه الطريقة ثم بعد فترة نعود مرة أخرى لهذه الأزمات، فيبدو أن المسألة تحتاج إلى حل جذري. نعم. حتى لا يخرج المحتجون إلى الشارع. كذلك حذرت لجان المقاومة من وجود عناصر النظام السابق في مفاصل الدولة التي ما زالت موجودة وأصبحت تصرح هذه الأيام، والبعض منها يخرج الآن في هذه التظاهرات ويغلق الشوارع ويطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية وحكومة عبد الله حمدوك. من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد، شكرا جزيلا لك.